بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله السلامة للجميع من هذا الوباء المنتشر الآن في جميع أنحاء العالم. الدولة قامت بكل الاحتياطات الاحترازية. يجب علينا الآن القيام بمسؤوليتنا تجاه عدم انتشار هذا الوباء بالجلوس في البيت لمدة أسبوعين، بالنظافة التامة، غسل اليدين دائما، بعدم الاختلاط. يجب أن نساهم كل في مجال عمله بيقوم بدوره تجاه عدم انتشار هذا المرض. نسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله.